لا اوعى تنسى اللي بتتكلم عليه ده يبقى ابوك. طب ما انا عارف ان اللي بتكلم عليه ده ابويا، بس يعني ايه؟ انا بقول الكلام اللي انت كنت بتقوله لي. وبعدين بقى بيني وبينك كل حاجه ليها حدود ياما. حدود؟ بس للاسف بقى ابوك بقى راجل ملوش حدود، ما يعرفش يعني ايه الحدود. ده كان بيعمل فيا عمايل، ولا كفايه عليا قهرة قلبي وانا شايفاه وهو في وسط البلد بيبصبص للبنات الصغيرين. كان فضحني، كان مشيبني. عارف عارف عارف؟ عارف منين يا واد؟ جرايا ياما، انا مش ابنكم وكنت عايش معاكم في البلد. على رأيك بلدنا دي هي ما بيتبلش وقها فولة. أخياني، ده أنا كاتمة في قلبي أيام كتيرة وليالي كتيرة. أبوك كان يرجع الفجر بيتطوح سكران، وأنا أقوم من النوم مخضوضة وأجري عشان ألمه عشان ما يجرسناش في البلد. عارف عارف دي كمان، ما انا لهمته مرتين تلاتة. وعارف كمان انه بيعني سختي وخد فلوسها وصرفها على بنت غازيه مفيش في اسبوع. خلاص، امال زعلانه ليه بقى انه طلقك؟ مش عارفه باين اني نكديه، لكن لا، كل الستات كده هو يبقوا مش طايقين جواسهم، وجواسهم بيعملوا فيهم زي اللي بيعملوا في ابوك. لكن اول ما يرموا عليهم يمين الطلاق النسوان تصوت وتلطم وتلم ام تلاقي لها الا الله. ايوه ياما، بس اللي بيعملوا كده الستات. الستات امال انا ايه يا روح امك؟ انت ست الستات ياما، ست بمليون راجل، جامده وقلبك جامد كده وبتستحملي. المهم هتعملي لي ايه في موضوع خالي؟ خالك؟ ده انا نسيت حقيقي. هعمل ايه في موضوع خالك؟ هعمل ايه؟ ايوه جاتني فكرة كويسة قوي. واد هات لي التليفون. ما التليفون جنبك اهو. يبقى انا هروح للتليفون. بس تعالى اطلب لي خالك لحسن النمرة هنا بالخواجات. الو، اهلا يا عمتي، وصلتي لاحمد؟ شفتيه بقى وطمنتي عليه؟ ايوه يا حبيبتي وصلت. ايوه وصلت وقاعده مع الغالي الحيله، اتغدينا اكل خواجاتي، حاجه كده هو تستاهل فمك. لما اخش في الموضوع بعد ما وصلت قلت يا ريتني ما جيت. طلع الواد قال ايه بعد جايب ابوه وعايز يصلحني. وماله؟ الصلح خير؟ لا يا حبيبتي ما ينفعش، ده رامي عليا يمين بالطلاق بالتلاتة. يا ليلى، عمتك دي اللي بتتكلم؟ ايوه يا بابا، عايزاك خد كلمها. هات يا ستي، هاتي، لا حول ولا قوة الا بالله. ايوه يا نظيمة. الله الله الله، ايه مالك؟ بتعيطي ليه؟ متشحتفة ليه؟ يا اخويا تعالى الحقني، الراجل جاه وعايز قال ايه يصلحني. قلت له لا انا مش هميلة. ايوه قلت له كده هوت، انا مش هميلة، انا ورايا رجالة، انا اخويا كبير العيلة، هو اللي لازم يجي ويطمن ويعرف الطلقة اللي انت طلقتها لي دي ايه، تجوز ولا ما تجوزتي. اذا كانت تجوز يبقى انا اتحرمت عليك. يا اخويا الحقني، ده انا ماليش غيرك في الدنيا. يعني لازم ترزينيني دلوقتي يا نظيمة؟ فين جوزك؟ اديهوني اكلمه. ايوه يا عبد، مالك انت؟ مرتي وانا حر فيها، ايش اخشاشك بينا يا طويل يا تلم؟ هتيجي يا عبد ورجلها فوق رقبتها، وان ما جاتش بالزوج هتيجي بالسلاح. هطخها لك يا عبد. هيبقى اخر يوم في عمرك، انت فاهم؟ اديني ابنك. بقولك اديني احمد، عايز اكلمه. ايوه خالي، ايوه تحت امرك يا احمد. هد ابوك لحد ما اجيله. ايوه اديني العنوان وانا هكون عندك مسافه السكه. اكتب يا ليلى بنتي، اكتب. قول الزمالك. يا دي الهنا اللي احنا فيه، يا دي كل ده من الهشك بشك اللي انت بتقوله. فين يا ابني؟
أربعة شارع الجزيرة الوسطى. كنا في جرة وطلعنا لبرة. مع السلامة يا حبيبي والقلب دعيلك. عمر يا ابني غير هدومك وتعالى معايا نشوف ايه حكاية الراجل ده. حاضر حاضر يا عم. يلا. اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. ست الحبايب يا حبيبة مية مية ست كل مرعوبك هيجيبه على بلا وشه. هنا في مخ مش انجر بامية. استاذة استاذة ياما. بس ايه خلي باين عليه بيحبك قوي. لا تقولي جوزك ولا ضنايا مفيش حن عليا من اخويا. الله الله. لا تقولي جوزي ولا ضنايا مفيش احن عليا من اخويا. ايه ده ايه الحلاوه دي؟ انت تلحني له اغنيه دلوقتي حالا. يا واد اختشي. تأكد يا ابني ان هو ساكن في العماره الفخيمه دي. ايوه عمي هي العماره دي. رزق البواب. السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله. الاستاذ احمد ابو ريا ساكن هنا برضو؟ نقول له مين؟ شفت يا عمي قول له خالك وابن خالك. احمد بيات. ايوه يا عم بشير. خالك وابن خالك معايا هناك. خليهم يتفضلوا. اتفضل يا بواب. ساكن في اخر دور. ساكن ساكن في الصبح يعني؟ لا واخد شقه فوق على الروف. كمان الروف؟ الله اكبر. هي كدمت لمين؟ يا سابل الستر يا رب زمانه طالع. يا واد يا واد اهدى وحط اعصابك في جرد الميه ساقعه وكل ما يسخن ادلق عليه شويه ميه تهديه وتخلي القلق اللي فيك يجي فيه. جرد الميه ساقعه ايه يا ماما؟ انت شايفاني بتاع كزوزه اهو جه. روح افتح له النفي. يا اخويا روح افتح له انت. الله بلاش ما تبقاش خايب كده. ما تبقاش كده هو اتنطع زي ابوك. روح افتح له يا واد. يا رب النبي استر يا رب وعدي الزياره دي على خير. ابوك فين يا هلا؟ خالد اتفضل. هو فين؟ فين يا نظيمه؟ فين؟ وهو يعني معقول كان هيستنى اول ما عرف ان انت جاي خدله في سنانه وقال يا فكيك. حظه حلو وامه دعياله. انا كنت ناويله على نيه سودا. شوف يا خالي. نعم. هو حضرتك لو كنت قدمت لحظه واحده كنت لقيته لكن خساره لسه ماشي. وين اللي عرفه طريق هنا اللكع ده؟ انا. انت؟ لا فالح يا حبيبي. الواد الخايب ده هو قال ايه بعت لابوه قال له هات نينا وتعالوا باركولي الشقه اللي انا عايش فيها. الله. وانا كنت اعرف ان انتوا زعلانين. انا كتبت جواب بحسن نيه وسبت فيه العنوان. ايه سمنادنا للمشوار. معلش بقى عمي لينا اسمة نيجي نزور احمد النهارده ونشوف العز والامل اللي هو فيها دي. يا ساتر يا رب على النار. والله حلوه الشقه. اتفضلها يا خالي والله ما تغلى عليك. ربنا يخليها لصاحبها. ادعي له ادعي له ان ربنا يعمرها له بوش السعد اللي يغلبها بالمال تغلبه بالعيال. قصدك ايه من الكلمه دي يا نظيمه؟ ما انت عارف قصدي ونيتي. الله وانت هتدعي له بحاجه وحشه. بينا يا ابني يا عمر. الله. ايه يا جماعه ما لسه بدري انتوا مستعجلين ليه؟ بقى بس يا ابني امك بتقول كلام ماليش مزاج اخوض فيه. يا خلي ما انا بقيت كويس اهو. يا ابني انت ثروتك مجهوله المصدر ما هياش سويه. تقدر تقول لي انت ازاي اغتنيت بالسرقه دي؟ ها اظن هتقولي كباريهات. مفيش كباريه بيدي بالهبول كده يا خالي. طب تعالى اسهر معايا ليله واحده. ليله واحده هتشوف الفلوس اللي بتنزل عليا شكلها ايه. اسهر معاك ليله؟ انا يا ابني اسهر في مخور في علبه من علب الليل وانا الراجل المتدين اللي عارف ربنا كويس. جرى ايه يا سي عبدو؟ الله ما تكسرش بخاطر الواد. روح. ده انا اكسر رقبته مش اكسر بخاطره. ابنك فاشل ناقص تعليم. عايزني انا بجلالة قادري اديله بنتي المثقفة المتعلمة اديها المطرب سكة؟ يا اخي هزلت. طول عمرك قاهرني كده هو عمرك ما قلت لي كلمة تنصفني ولا تبسطني. انت رخ رعي ذلك حتة علقة تلاقي حكاية ابو ريا دي من اختراعك عشان توري لي الامل اللي ابنك عايش فيها. اني عبدو. ايوه انت يا عبد. انت اختي يا نظيمة وحافظك وحافظ عمايلك مصيري هعرف.
اذا كان ابو ريا جه مصر ولا ما جاش. يا ويلك يا ويلك يا ظلام ليلك لو عرفت انك طلعت كدابه يا نظيمه. طب اسكت بقى يا سي عبده اسكت. الله ده انت على قلبي العزيز الغالي. عزيز الغالي بينا يا ابني عمر. اوعى يالا اوعى يالا. يلا بالسلام بالسلامة والقلب دعيلك. حمقت ابويا فيك وانا صبر صبر امي عليك. مفيش فايدة. انا مش قادرة افهم انت بقى متمسك قوي ببنته ليه؟ ما انت دلوقتي في مصر ومصر مليانة بنات على قفا من يشيل امارات حلوات. بنات ايه بس يا ماما؟ تعالي تعالي. اجي اروح فين؟ شايفة الجوابات دي كلها؟ اه هديها كلها من معجبين بنات بس محدش فيهم مالي عليا. مفيش غير امينه هي اللي ساكنه جوه قلبي وهي الوحيده اللي مالي عليا. والناظر الجديد بتاعكم ده ملكوش حل فيه؟ ما تشوفوا حل يا جماعه. لو بياكل نديله عفيف وشريف نشوف له الزله اللي نمسك عليه. مش للدرجه دي يا حاج فوزي. زله ايه اللي عايزنا نمسكها عليه؟ وبعدين احنا في امر من الامور دي رجال تربيه برضو، يعني لازم نراعي ربنا في خصومتنا ونكون شرفاء في مسلكنا. ده كلام يا حبيبي بنسمعه في الجرايد وبنشوفه في الروايات، كلام لا يودي ولا يجيب. انت مثلا عدم المؤاخذه بتكسب بالمخروبه اللي انت قاعد فيها دي 20,000 جنيه شهري على الله. ده بتساهم ولا بتتاجر في الممنوع؟ وجي واحد ابن حرام حب يطعنك السبوبه دي، تعرف جنب الحيطه وتلطم حظك ولا تقوم تنط في كرشه؟ ايوه ايوه يا معلم كلامك سليم برضو، بس يعني ما تنساش ان احنا مدرسين وملناش يعني في السكك بتاعتك دي. هو عدم المؤاخذه يعني قلت لكم اعملوا انتوا؟ لا، العبد لله كفيل بيه وباللي خلفوه كمان. بس يعني راجل غريب ولسه جديد والامر ما يسلمش برضو من شويه معلومات وايد لوحدها ما تسقفش. نساعدك ازاي يا معلم؟ فهمنا. انا ما اعرفش عنه اي حاجه، اللي عندكم هاتوه وليكوا عليا اشيله بالنوره احطه في تحضيره واخليه يمشي يكلم نفسه ولو جدع بقى ينفد بجلده. عملتوا ايه؟ لا عملنا ولا سوينا، ادينا زي ما روحنا زي ما جينا. معناته ايه بقى الكلام ده؟ ابو ريا ما جاش من قصره. ازاي بس الكلام ده؟ اهو طنط نظيمه بتقول انه اول ما عارف ان احنا جايين خد ديله في اسنانه وقال يا فكيك. بس انا بقى وعمي شاكين في الموضوع ده، بيتهيالنا كده ان جوز عمتها ابو ريا ما جاش من اصله. طب وهي هتكذب عليكوا ليه الكذبه دي؟ مش عارفه ليه؟ 100% نظيمه اللئيمه دي اخترعت الكذبه دي عشان تفرجني على شقه ابنها. طب والشقه حلوه؟ والله يا زينه في ناحيه حلوه فهي حلوه، بس ربنا العالم جاب الفلوس دي كلها منين؟ من النقطة يا عبده. نقطة ايه يا زينب؟ انت بتصدقي برضو الكلام ده؟ دي شقة تساوي لها 200,000-300,000 جنيه، كان مين من المطربين هو؟ حتى لو كان يا ستي. طيب يعني اذنك انا اخش اشوف ليا. طب يا اتفضل. ده حتى لو كان في كام شهر يجيب الفلوس دي كلها؟ الله اعلم. امال فين عيالك؟ انا مش شايفهم. نزلوا يتمشوا شويه. مين اذلهم يخرجوا يتمشوا شويه؟ انا من كتر ما هم قاعدين محبوسين قلت لهم انزلوا اتمشوا شويه. تاني مره يا زينب ما تعمليش العامله السودا دي. يا زينب البلد دي مش زي بلدنا، واولادك لسه خام مش متدردحين، حد ياخدهم يتوههم ولا حاجه. يا اخويا هم صغيرين دول ما شاء الله الثلاثه في الجامعه. الثلاثه خرجوا؟ الله، يعني امينه خرجت معاهم؟ دي قبليهم، ده هي الوحيدة اللي محتاجة انها تخرج. طب يلا خش غير هدومي وقايل شوية. اي والله اتفضل. جلاطي؟ عمركم كلتوا جلاطي؟ اسكت، التاني ده حاجة تانية خالص غير كنا بناكله في البلد. ايوه اللي كنا بناكله في البلد ده كان شكله مستعمل اصلا. ابوكوا ده حرمنا من شويه حاجات. يا سلام يا بابا، دي مصر دي حلوه بشكل يا اخواتي، اترينا كنا مدفونين بالحياه. وما انت فاكره ايه؟ طبعا بقول ايه، ما تسيبوها وتاخدوا ثمنها. نعم نعم الله عليك يا توتو. ايه مش عاجبك ولا ايه؟ بقول لك يا ياض انت هو
اتطرقوا من هنا وخلي ليلتكم تعدي على خير. طب انت قد الكلمه دي يالا. الله الله الله، ليه يا شريف العيال دي بتبق معايا؟ بيعكس اختي حلو. وفيها ايه لما يعكسها؟ فيها ايه؟ ده نقطع رقبته. خلاص خلاص يلا نمشي. يلا يا مصطفى، يلا يا علي. الله يحفظك. انتوا عايزين ايه؟ يا شريف يا حرامي، يا حرامي، يا حرامي. استغفر الله العظيم يا رب كل ذنب عظيم. ايه يا عبده انت هتفضل لابس كده؟ ما تقلق خلينا ننام. العيال اتاخروا يا زينب. ما هو في ملاهي جنبنا هنا 100% عدوا عليه. ايه طيب بقول لك ايه يا عبده، انت لازم تشوف لنا شقه باقصى سرعه ان شاء الله يكون بكره. جرى لك ايه يا زينب؟ مستعجله على ايه؟ اديني فرصه بس ادبر فلوسها. حنات بنتك حطانا على دماغها وزاحقه مش طايقانا، عماله تدي فينا زنب. مين قال الكلام ده؟ بنتك قالت لي، وانا كمان سمعتها بوداني، ده كلامها خرم ودني. يا ست خليها تدي زنب زي ما هي عايزه. الواد عمر ده زي ابني بالظبط، انا اللي مربيه وانا اللي مجوزه ليلى بنتي. يا عبده يا عبده، النفوس بتتغير، اعمل معروف، خلينا ناخدها من قصيره. يا زينب بلاش شغل النسوان ده يا زينب، في عرضك اهمدي، ما تخلينيش اقلب على الواد عمر. خلاص انت حر، انا قلت لك وفطنتك، يعني انا كده خلصانه من ذنبك. ماما إيه؟ بابا ايه يا بنتي؟ انت صحيح؟ ايه في ايه يا بنتي؟ مالي؟ العيال اخواتي موجودين في القسم. قسم؟ مين اللي قال الكلام ده؟ امين شرطه واقف على الباب بره اهو. ليه؟ عملوا ايه؟ الاساتذه ضربوا ثلاثه، واحد فيهم شايته الاسعاف وحالته خطره جدا. صحيح الكلام ده يا ولاد؟ عكسه امينه يا بابا. الله، والعمل دلوقتي حاطط الظابط. ان شاء الله كده هنحجزهم لبكره الصبح للعرض على السيد وكيل النيابه. الله، معنى كده ان هم هيشرفوا عندكم لغايه بكره؟ طبعا. يا حضره الظابط، لاحظ ان دول ولاد ناس وطلبه جامعه، حرام اننا نبيتهم ليله بحالها بين اللصوص والحراميه. المحضر خلاص يا استاذ اتقفل، وكمان اسف ما اقدرش اسيبهم. طب لو تكرمت ناخد البنت. اسف؟ يعني انت يرضيك ان بنت زي دي تبات وسط الساقطات والمنحرفات؟ لما تغلط لابد ان تاخد جزاتها. خلاص بقى عمي، واضح كده ان مفيش فايده. خلاص ايه يا ابني انت راخر؟ يا حضر الظابط، يا حضر الظابط، اللي بيكلمك ده راجل ناظم مدرسه على درجه وكيل وزاره. لما تلميذ عندك بيغلط مش بتعاقبه؟ سمو ولادك مش غلطوا؟ دول ارتكبوا جريمه. يا سيد الفاضل لا جريمه ولا حاجه، ده شويه عيال طايشين تحرشوا باختهم فدافعوا عنها. انا كل اقدر اعمله لك مش هبعتهم في الحجز، هقعدهم هنا جنبي لبكره الصبح للعرض على السيد وكيل النيابه. عجبكم؟ عجبكم الوضع البايخ اللي انتوا فيه ده؟ ده هي تقرفكم. معلش معلش يا عم، بكره الصبح ان شاء الله هنجيب لهم محامي. وانا ناقص ده، انا اللي فيا مكفيني. ما كنا قاعدين في بلدنا مستورين قافلين علينا بابنا، جينا البلد دي اللي اتهزقنا واتقلت فيها كرامتنا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا رب استغفرك واتوب اليك. انت هتقعد؟ يعني هيهونوا عليك الولاد تسيبهم يباتوا في التخشيبه؟ اعمل ايه بس يا زينه؟ ما باليد حيله، الامر دلوقتي يا ستي في ايد النيابه. طب يعني الناس المهمين اللي انت بتعرفهم دول ما فهمش حد بس تكلموا علشان يخرجهم ويباتوا في حضننا؟ والله بنت حلال يا زينب نبهتيني، الله يسترك. هتكلم مين يا بابا؟ الو، اهلا عبدو بيه، ايه المفاجآت السعيدة دي؟ لا ابدا ولا ازعاج ولا حاجة، انا قاعدة خير. امرني. مالهم الاولاد؟ شوية عيال صويع في المهندسين تحرشوا بولادي، ضربوهم علقة. ايوه كانوا بيعكسوا اختهم، جات الشرطة قبضت عليهم وحطتهم في نقطة المهندسين. لو سمحتي بيدك الطولة كده، طبعا انت تعرفي كبارات البلد، يعني لو سمحتي تكلمي حد فيهم يعني
يعني يخلي الولاد يجوا يناموا في حضن الليلة، وعلى ضمانتي أنا والله أنا بنفسي حوصلهم النيابة. أي والله بس كده من عناية غالي والطلب رخيص. بس أنت قولي الأول أسامي الأولاد إيه؟ وقلتلي محجوزين فين؟ لا لا استنى استنى، دقيقة واحدة هجيب ورقة وقلم. براحتك يا هانم. هي هتقدر تخدمك الخدمة دي؟ اللي تقدر، دي ست واصلة ليها علاقات على أرفع مستوى في الدولة. يا رب يا رب دي تبقى خدمتك خدمة مش هتنساها لها العمر كله. أيوة يا هانم أنا معاكي بكل حواسي. أيوة علي طالب في كلية التجارة، ومصطفى اللي أصغر منه بقى طالب في كلية الهندسة، أما أمينة بنتي فهي طالبة في كلية الأداب. أيوة فندم محجوزين في نقطة المهندسين. اديني فرصة نص ساعة واطلبني أقولك عملت إيه. اطمن خير إن شاء الله. قالت لك إيه؟ نص ساعة وهتطلبني. يا ما انت كريم يا رب، على الله تتحل على ايديها. ان شاء الله هتتحل على ايديها. يلا يا عمر خد مراتك وروح نام يا حبيبي، انت عندك شغل الصبح بدري. طب ما تسيبيني قاعد شويه يا ماما. ولازمتها ايه التزنيبه دي؟ روح مدد جسمك وارتاح والصبح رباح. ما تسيبيه قاعد شويه، ايه اللي نام نام نام، هو لازم يعني ينام؟ يا اختي ومالك بتتحملي كده ليه؟ ما كانتش كلمه طلعت من بقي، انت ايه بتتلككيلي ولا ايه؟ بس بس يا ماما. بس ايه؟ لا ما بسش ما بسش ولا حاجه. الله ضيوف على عيننا وراسنا من فوق، انما يكتموا على انفاسنا ويقلوا حريتنا لا. ما تلمي لسانك شويه يا ست عايده. وان ما لميتوش يا ست زينب. الله ماما. الله واحد يا حبيبي، لو كنت ابني بصحيح كنت خدتلي طاري، انما انت خلاص كتموا على نفسك، خلاص لجموك. معلش عمي ما تزعلش من ماما. عمي انا مش زعلان منها يا ابني، انا زعلان عليها، انا اسف لسلوكها المشين ده. عشان تعرف ان احنا كلنا عيله واحده وهي الوحيده اللي غريبه في وسطينا. لا يا حبيبتي البيت بتبني وانتوا كلكم عوالة علينا. وعلى راي المثل البيت بتبونا ويجوا الغرب يطردونا. أيوة العظيم يا رب. أفندم لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانية واحدة العظيم. بابا بابا نعم. تليفون 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 إيه؟ ألو خير إن شاء الله. الأولاد على ضمانتي الليلة حيباتوا في حضنكم، بس بكرة لازم يتعرضوا على النيابة. ألف ألف شكر. والله يا فندم أنا ممنون جدا. خلاص هنروح نستلمهم. تصبحي على سعادة وهناء. مع السلامة يا فندم. ايه؟ قالت لك ايه؟ خلاص هنروح نستلمه. يا ما انت كريم يا رب. بقول لك يا زينب. وضبي شنطنا بقى عشان احنا روحة بلا رجعة. طبعا. ايه ده بقى؟ معناه ايه الكلام ده يا عمي؟ معناه واضح قوي يا ابني. اظن احنا ملناش اقامة بعد الكلام الطيب اللي سمعناه النهاردة. مع السلامة والقلب دعيلكم. جهز الشنطة يا زينب. يلا هنفوت على النقطة ناخد العيال ونبيت في أي لوكاندا. أنا بجهز أهو. يلا يا جماعة معلش علشان خاطري الصباح رباح، خليكم ببكرة. بكرة زي النهاردة، المهم ما نبيتش الليلة في البيت ده. يا ماما يا ماما ما تقولي أي حاجة. يا بنتي يا بنتي احنا اتهزقنا واتبحترت كرامتنا، وجوزك جوزك حتى ما قدرش يقول كلمة يرد لنا اعتبارنا. ما انتوا اذا مشيتوا انا مش هسكت، انا هخرج معاكم. اخرجي معانا يا بنتي وانا هكل بيك يعني. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا عبده؟ انت عاوز تخرب على البنايه ولا ايه؟ انا عايز افهم بقى انت ايه حكايتك بالظبط، فهمني. ده ولد ندل، واللي زي ده ما يصحش ابدا يكون جوز بنتي ابن عايده. ده تعرف تنفك فيهم وتقول لهم خليكوا، انا بقى اللي هلم هدومي ومش هقعد لك في البيت ده دقيقه واحده. يا ماما هو في ايه؟ انت كده بقى بتحرجيني وبتمسكيني من الايد اللي بتوجعني. هي كلمة مش هتنيه. ايوة جينا يا هما في البيت ده، وعلى رأي المثل البيت بتبونا ويجوا الغرب يطردونا. غرب ايه بس يا ماما؟ دول اهلي قبل ما يبقوا نسايب. اهلك
أهلك يحبوك ويخافوا عليك، لكن دول عوالة وعايزين ينهبوك. أهو ماشي أهو ماشي ماشي. الجلاء الجلاء الجلاء. بس بقى يا ماما يا عمي عمي وكده عمي همدبب. خلي البلا يطلع من جدتنا والبيت يرجع تاني بيتنا. يا عمي يا عمي استهدى بالله بس يا عمي يا عمي. طب بص بس، خلينا نروح نجيب الولاد دلوقتي وبعد كده الصباح رباح بقى يا عمي. اخذ الشيطان يا بابا وبلاش تعكنن علينا. انا برضو اللي بعكنن ولا حماتك اللي لسانها متبري منها هي اللي بتعكنن؟ ما انت عارفها يا عمي، ماما ست كبيره وما يتاخدش على كلامها. ما تزعلش منها، احنا عمالين نهاتي هنا والعيال هناك قاعدين مستنيننا على احر من الجمر. بص يا بابا، خد عمر وروح هات اخواتي، على ما تروحوا ترجعوا يكون ربنا سهل. ايوه، على بال ما تجيبوا العيال هيكون حلها الف حلال. يلا بقى يا عمي. لا اله الا الله محمد رسول الله. كرامه لخاطر ولادنا بس، انا هكسر على نفسي بصله وحبات عندكم الليله اختياري مش اجباري. حياه النبي، انت راجل طيب يا عمي، ربنا يخليك لينا يا اطيب عم في الدنيا. ايه يا ابني انت هتهتف؟ يلا بينا. يلا خدي بالك من الشنطه يا زينب. حاضر. تعال يلا. خلاص بقى يا ماما خلاص، يلا يلا ندخل الشنط جوه. الوليه السهتانه اللي جوه ادت المهموز اللي هو، وسابتنا احنا يا اختي على زعقه واحده. عشان تشوفي عشان تشوفي الكرب اللي انا عايشه فيه. دليلاتي على الله مبيتاني شاربه من كعاني لما خلاص اتخنقت. ابوك السبب، ما كانت قاعده مرزيه في البلد قال ايه صعبت عليه. ايوه، ما هو جابها القضايا، جابها عشان كل يوم تعمل لي قصه وروايه. خلاص خلاص حطيتها لك مخدره عشان ترمحي فيها وتتهني انت واهلك يا حبيبتي. لا اله الا الله، هي الوليه دي كانت واقفه تتصنت علينا ولا ايه؟ لا يا حبيبتي، صوتكو كلامكو اللي بالصوت الحياني هو اللي خرم طبله وداني. احنا كمان ما نعرف نقول شعر يا روحي. ربنا يهدك. السلام عليكم يا حضرة الضابط. سلام ورحمه الله وبركاته. اتاخرتوا ليه على ولادي يا باشا؟ ايه يا حضرة الضابط، هيروحوا معانا؟ ايه اللي هيروحوا؟ طب الدنيا اتقلبت علينا الليله، مفيش مسؤول في الوزاره اللي اتصل بينا. بابا احنا عايزين نمشي من هنا يا بابا. يا نور عين بابا، انا جاي لك يا بنتي انت بالعين يا بالذات. ايه يا بابا، واحنا عينا من قعر القفه ولا ايه؟ خلاص خلاص يا متسيب، ما تروحوا البيت بس. حاضر. والله يا بابا احنا مظلومين في الموضوع ده، الواد اللي ضربناه تلعبوه عضمه ناشفه. تضربوه ليه؟ ليه تضربوه؟ بطلوا الصياعه دي. معلش بقى يا عمي، انا حاسس الضابط خلاص كده ولا في اجراءات تانية؟ تعهد بسيط يمضي لنا البيع عليه، يكون في النيابه بكره الساعه 8 الصبح. يا سيدي شكر فضلك، حاضر تحت امرك. فضل. الحمد لله ان ربنا هيفك اسرهم ويباتوا في حضن امهم الليله. الحمد لله. دمهم جننتني. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم جم. ماما ولادي ولادي يا حبيبي ولادي يا حبايبي. الحمد لله. ازيك انت حبيبي؟ ازيك يا حبايبي؟ الحمد لله اللي رجعتولي يا حبيبي. يا ماما هيبيتونا في الحجز يا اختي، بعد الشر عليكم، ان شاء الله العدوين واللي يكرهوكم. ايه هو خلاص كده ولا لسه في ديول؟ لا لسه، لازم بكره المحضر يتقفل في النيابه. الشديد القوي هو اللي فك اسرهم. الست جيلان الله يكرمها، الله يكرمك يا جيلان. لولا هي كان زمانهم مشرفين على البرش في ارامدان. يلا يلا بقى خشوا كده استحموا علشان تفوقوا وتشيلوا التراب بتاع الكراكور اللي عليكم ده. بقول لكم ايه؟ اخر مره، محدش يطلع من هنا، اللي عايز يطلع من هنا ياخد حد كبير معاه عشان ما تحصلش الكارثه اللي حصلت دي. مفهوم ولا نقول كمان؟ مفهوم يا بابا. الحمد لله اللي جت على قد كده، قدر ولطف. ده انا خلاص يا اخويا شعري كله طقطق علشان قلقي عليه. بس يا عمي مدام جيلان دي باين عليها ست جامده قوي، وايدها طايله. ست كريمه يا ابني، ومن عائله ولها اتصالات بكل وزاره. بصراحه يا بابا المفروض تروح تشكرها. اي والله لازم اشكرها،
لازم. امال ماما فين يا ليلى؟ ماما ماما في الاوضه وقافله على نفسها من جوه. ليلى حبيبتي انا عايزك تبقي لطيفه معاها بقى وتسيسيها. اسيسها؟ اسيس مين؟ دي حاطه نقرها بالنقر ماما، اصالح دي تزعل دي، اصالح دي تتقمص دي. وماله بس يا ليلى يا حبيبتي؟ كبروا بقى ولازم ناخدهم على قد عقلهم. المهم قول لي انت عملت ايه؟ بابا برضو ناوي يمشي بكره ولا انت صالحته وطيبت خاطره؟ احنا من ساعه ما خرجنا ما جبناش سيره الموضوع ده، وانا قلت اسكت يا واد بلاش تنكشوا. على العموم هو طيب وبينسى بسرعه. ينسى خناقه النهارده، بس بكره بقى هتحصل خناقه جديده. وحنفضل على الحال ده لحد ما ابوكي ربنا يكرمه ويشوف له شقه. عمر اوعى تكون انت التاني مزمزق عشان العيله موجوده هنا. لا مزمزق من ايه يا حبيبتي؟ هما بس يبطلوا خناق وزعيق وانا اشيلهم على راسي من فوق. اي والله. عبدو انت تشوف لنا بقى شقه بسرعه جدا. ان شاء الله النهارده قبل بكره. حاضر يا زينب. افوق بس من دوشه العيال، وانا ان شاء الله بكره بعد ما اخلص النيابه هدور الف على السماسره يا ستي. لا انت تشوف لنا حتى ان شاء الله مفروش نقعد فيها كده مؤقتا. ايوه لحد ما ربنا يرزقنا بشقه عدله نتملكها. يا زينب الشقق هنا نار. الشقق زي الذهب فلوسها مضمونه، يوم ما تزهق منها تبيعها بمكسب مش بخساره. يعني نقايس ونبيع لنا فدانين تلاتة؟ أيوة تبيع مدام الفلوس رايحة في مكان مأمون. أيوة بس أنا خايف الواد عمر يقلدنا. يا سيدي ما يقلدنا ويبيع، يحط فلوسه في مشروع. يا ستي ده واد هلوكي بيده سايبة، لو طال فلوس هيضيعها. طب ما تسيبه يصرف ويمتع نفسه، الكونة دي عمره ما بياخد حاجة معاه وهو رايح التربة. أيوة يا زينب اللي معاه قرش يسوى قرش واللي معهوش ما يسواش، احنا في زمن الفلوس يا زينب. على رأي المثل اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. أيوة مثل خايب. في مثل تاني بيقول القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. شوف بقى انت فلقت دماغي بصراحة ربنا كده. خلاص سيبني بقى عاوز أغير هدومي عشان أعرف أنام، ده احنا بقينا وش الفجر. مش معقول اللي بتعمله فيا ده. لا كده كتير قوي، حرام عليك. الدنين ثلاثة يا منجم المهالك يا رب. ويحنن عليهم قلب القاضي. اياك تكون اصابه الواد اللي ضربوه ده بسيطه، مصيبه ليكونوا عملوا له عاهه مستديمه. بري منهم ومن عمايلهم، في البلد عملوا مصايب ولما جم هنا كملوا علينا. ايه حماتي ناموسيتها كحل النهارده. يا اختي انت كمان ما تسيبيها مرزيه، مش هينبنا منها غير كلمتين في جنابنا. ايه يا ماما مالك؟ والله يا بنتي انا متضايقه، انا شايفه حالك كده انت وجوزك متشقلب، حتى شغلك ما بقتيش تروحيه، بتروحي مره واحده وثلاثه لا، وجوزك راخر. ولا يهمك يا ماما، احنا مالناش بركه الا انتوا. الو خير يا بابا، عملتوا ايه؟ النيابه حافظت القضيه
وافرجت عنهم بضمان محل اقامتهم. يا ما انت كريم يا رب. العيال راحوا فين؟ زمانهم جايين لكم دلوقتي. عمر خدهم يوصلهم. بقول لك ايه، سكي عليهم ما تخرجهمش. على الله يكون ده درس مستفاد ليهم. لو انا هسكت لهم صبرك عليا لما ارجع لهم بس، وانا هفش غل فيهم كلهم. ما تقعد يا استاذ زفتاه واقف ليه؟ اقعد. متشكر. انا في المكتب، اذا عاوزتيني كلميني. عايزه حاجه قبل ما اقفل السكه؟ الشقه؟ حاضر. انا بس اخلص اليوم الدراسي وحنزل الف على السمسره واحد واحد. ان شاء الله شقه مفروشه هنعزل فيها مؤقتا لحد ما نلاقي شقه كويسه نشتريها. لا اله الا الله محمد رسول الله. خلاص يا ماما، نويتوا تعزلوا؟ يا بنتي، هو احنا هنخلل؟ لا كفايه كده، ده الضيف الظريف يجي ويقوم خفيف. قوم قوم قوم. ماما يا حبايبي، يا ولادي ماما يا حبايبي، وحشتوني وحشتوني يا حبايبي. ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ ازيك؟ الحمد لله اللي جيتوا بالسلامه، ربنا ما يسيبونيش فيكوا ابدا. اتبهدلنا يا ماما. يا اختي بعد الشر عليك، ان شاء الله العدوين واللي بيكرهوكوا، ده انتوا ولاد الحسب والناسه. امال ماما فين يا ليلى؟ ناموسيتها كحلي، نايمه لحد دلوقتي. معقوله ماما هتنام لحد دلوقتي؟ لا انا هخش اطمن عليها. اختي هو ماله كده ملهوف عليها قوي؟ وطي صوتك، ربنا يجعل كلامنا خفيف على قلبها. يا اختي لا خفيف ولا تقيل، احنا هنسيبها لها مخدره تحرم عليا. توبه توبه من دي النوبه. يلا يلا يا اولاد بقى خشوا تحت. يلا يلا يا حبيبي يلا يا اختي. ماما ماما مش في الاوضه، لا هي ولا هدومها. ايه ده؟ معقوله مشيت غضبانه عشان تستريحي وتهدي يا ست ليلى؟ ما تصطبح بقى وتقول يا صبح، انا مش ناقصه، انا اللي فيها مكفيني. وانت على طول ردك عليا جاهز كده اقول كلمه ترد عليها بعشرة؟ ما هي مش كلمه، دي كلمه انت قصدت تسمعها لماما، صح ولا انا غلطانه؟ انت مش عايزه ازعل على امي ولا ايه؟ وبعدين افرضي يعني ان لساني غلط بكلمه كده في لحظه غضب، يبقى ردك عليا حامي كده؟ طب لايميها لايميها شويه. ما هو الحق مش عليك انت، الحق عليها هي، هي اللي قصدت تعمل الزعله دي بالعند علشان تشعللها نار بينا. على العموم احنا مربطين شنطنا وناويين على عزال النهارده. انا ما قلتش حاجه طنط تستاهل الزعل ده كله، دي بس كلمه طلعت مني كده غصب عني. النهارده هتستريح من وشنا العكر يا ابني. لا يا ماما مش هتمشوا، مش هتمشوا غير لو لقيتوا شقه، ولو مشيتوا النهارده هتاخدوني انا قبلكم. ها لا بقى، لا انتي ولا هم، خليكوا خليكوا، انا اللي هغور في 60 داهيه، دي عيله بقت تغم، وانا خلاص بقى ما بقتش طايق العيشه في البيت ده. اجري وراه حشي حشي. لا اله الا الله، استغفر الله العظيم يا رب. عمر عمر اهدى يا عمر، واخذ الشيطان. انا خلاص زهقت زهقت من العيشه في البيت ده، طفشت طول امي. يا عمر خليها بجميله بقى، الناس ناويين على عزال الليله صدقني. اوعي يا عمر، اسمعني بس. طيب طب نتفاهم. طب اهدى بس شويه. والله انتوا عيله غم، امي برضو عندها حق، انا بقى مش هقعد لكم ولا ثانيه واحده في البيت ده. يا عمر عمر يا ابني، البيت ده بيتك، احنا اللي ضيوف عليك، اخذ الشيطان وخليك. انا رايح ادور على ماما طنط، حوسه لما تكونش سافرت بلدنا وتكون هجت بلاد الله لخلق الله. ايه اللي بلاد الله لخلق الله؟ ليه؟ هي سندباد البحري؟ انا مش فاهم هو زعلان ليه؟
يمكن بناكل ونمسح في قفاه. يا واد بطل لعب العيال ده. جوز اختك مش عارف ياخد راحته في البيت. وبعدين واضح قوي وباينه جدا جدا ان ابوك يسحب السجاده من تحت رجليه خالص. امه هي السبب في كل اللي حصل ده، سخنته وطفشانها عفرته وزود الهم عليه. انا مش فاهم الست دي حاطه نقرها من نقرنا ليه؟ طول عمرها حاطه نقرها من نقر ماما وبتغير منها، ما بتطقهاش ماشيه على الارض. ما تحاولش يا استاذ زفتاوي. الوزاره مديه تعليمات بمنع الدروس الخصوصيه، وانا هنا عبد المامور. الحكومه تقول كن فيكون. الو، خيلتوني. هو كل شويه تليفون تليفون. عمر وامه سابونا الشقه. ايوه وهجوا. عايده اللي ما تتسماش دي واللي مش هتورد على جنه ابدا، ابنها دخل يصحيها ما لقاهاش في الاوضه. وعدوك على اللي حصل فتح جعورته علينا وسمعنا اللي عمرنا ما سمعناه، واخر المتمه لم هدومه في شنطه وقال عدوني هو التاني. في 6000 داهيه. انا بقول لك اهو، واذا ما كانش عايز بنتنا يطلقها. انا خلاص خلاص كرهت وقلبت عليه. ده ولد قليل التربيه عديم التنى. ايوه تربيتي ما نفعتش فيه. أهله كان لازم يستحملنا لغاية ما نلاقي شقة تلمنا وتلم عيالنا. إنما ده ابن أمه. أقطع دراعي إما كانت أمه عايدة هي اللي رسم الخطة دي. طبعا عملوا الأزعرينة دي عشان يطفشونا، وهي قلبت على دماغهم. الله ينعل أبو الزمن اللي حواجنا لأمثالهم. انت قاعد جنب تسمع اسرارنا؟ ما تقوم يا حبيبي. انا اسف يا زفتاوي. متاسف يا زفتاوي. متاسف حبيبي. متاسف ايه؟ الله، ده هتسنى كل ايه ده؟ افهم من كده ان الواد جوز بنته ساب له البيت وطفش علشان يحرقه ونحرره. تمام يا معلم، مظبوط، كلك مفهوميه. طب تفتكروا الراجل بتاعه ده الناظر ده عنده ماليه يشتري شقه تمليك؟ المعلومات اللي عندي يا معلم ان عنده قيم اراضي وفدادين. يبقى قول عليه رحمن الرحيم. ده امه داعي عليه علشان يقع في قرابيز العبد لله. بس انا نفسي افهم يا معلم، انت ناوي تعمل فيه ايه بالظبط؟ انت مالك يا زنكلوني؟ انت مالك دخلك بيه ايه؟ ده شغل انا ومالكش طالع بيه. لا لا يا عم فوزي، لا اصحى معايا. ما انت لازم لما اخذه تقول لنا هتعمل ايه؟ لحسن ترزعه مصيبه واذيه وفجاه يفتكر ان احنا اللي ورا الاذيه دي، ولا ايه يا زنكلوني؟ كلامك مظبوط يا زفتاوي. لا اطمن يا حبيبي، اطمن وحط في بطنك بطيخه صيفي. بلاش بطيخه صيفي، شادي البطيخ. ده شغل على ميه بيضه وعمره ما هيشك فيك ابدا.